مسألة اشتراك الوقت، اشتراك الوقتين. نجد النبي صلى الله عليه وسلم جبريل يعلمه أن آخر وقت الظهر أول وقت العصر، آخر وقت الظهر هو أول وقت العصر عندما يصير ظل كل شيء مثله، هذا أول وقت، آخر وقت الظهر أول وقت العصر، وآخر وقت المغرب وأول وقت العشاء غياب الشفق الأحمر، غياب الشفق، إذا غاب الشفق الأحمر وآخر وقت المغرب أول وقت العشاء. فذكروا هنا أهل العلم اشتراك الوقتين، وهذه مسألة مهمة جدا في اشتراك الوقتين، وأيضا يجهلها بعض الناس. ماذا نأخذ من اشتراك الوقتين؟ نأخذ مثلا لو أن إنسان أغمي عليه وقد دخل عليه وقت الظهر، صلاة الظهر، يعني أذن الظهر، دخل وقت صلاة الظهر وما صلى، وإذا به يغمى عليه ويستيقظ من إغمائه مثلا بعد يومين أو ما شابه ذلك، يستيقظ من إغمائه أو بعد يوم يستيقظ من إغمائه، على من قال إن الإغماء محله محل جنون فلا يقضي الصلاة إلا الصلاة التي وجبت عليه، والصلاة التي يستيقظ منها من يعني يفيق فيها من إغمائه. إذن هنا دخلت عليه صلاة الظهر وأغمي عليه وقد دخلت عليه صلاة الظهر، ماذا وافق بعد ذلك هنا ماذا يقضي؟ قالوا يقضي الظهر والعصر لأنهما مشتركتي الوقت. وكذلك لو أفاق في اليوم التالي، في اليوم التالي أفاق، طبعا بعض الناس استمروا في الإغماء يومين أو أكثر، أفاق بعضهم بعد يومين بعد صلاة العشاء، في وقت صلاة العشاء أفاق، فإنه عليه أن يصلي المغرب والعشاء، ما يصلي العشاء بس. وأخذ ذلك من ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم بأنه جمع كما جاء في رواية لابن عباس عند الإمام الربيع رحمه الله وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سحاب ولا مطر. فأخذوا من هذه الرواية أن كما ذكر ذلك الشيخ سعيد القنوبي، وهو أيضا قول سماحة الشيخ حفظه الله، بأن صلاة الظهر والعصر مشتركتا الوقت وصلاة المغرب والعشاء مشتركتا الوقت. وهذا نفسه للحائض والنفساء، فلو أن المرأة حاضت في وقت الظهر فإنها عليها أن تقضي حال طهرها الظهر والعصر، ولو أنها أيضا حاضت وقت المغرب، وقت صلاة المغرب، فإنها ولم تصلي المغرب فإنها تقضي المغرب والعشاء عندما تطهر. ومثلا كذلك لو أنها طهرت في وقت صلاة العصر فإنها تصلي الظهر والعصر، ولو أنها طهرت بليل صلاة العشاء فإنها تصلي المغرب والعشاء، وهذا لا يوجد عند كثير من النساء. فهذه مسألة اشتراك الوقتين أخذوا من تلك الرواية، طبعا هذا قول، هنا قول آخر، لكن هذا القول الذي يميل إليه مشايخنا حفظهم الله تعالى، اشتراك الوقتين بما جاء من رواية ابن عباس من حال النبي صلى الله عليه وسلم عندما جمع الصلاتين من غير يعني الظهر والعصر والمغرب والعشاء.
من غير خوف ولا 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 سحاب ولا مطر. فهنا يعني نستشعر أهمية الوقت وإدراك الوقت، وهذا ما ينبغي أن ينتبه إليه الإنسان، وهذا هو